فيك تسمعيني أغنيتك مرة؟ شو صرتي كمان أنت؟ يلا ناصر هاي؟ رابورة؟ شوف شباب من الأكاديمية معهم وحدة مو طبيعية، حبيت وحدة اسمها لارا. أو أنا حزود على شيء هون بس أشوف كيف. يعني في أختي سو كل دنيتنا ميوزك عالية، لا بصراحة عم بتكلم بكل صراحة. دوين قبل لا بكره الصور بلينج بلينج انا لابسها، يبقى ما ابي احد يعني يخشها، يعني يخبيها يا بالخليج يا بالهند. اوكي حبيت عميدة كليتنا او اكاديميتنا، حبيت زي ما حبيت دنيتنا. اتس مي بجناس، ما خاف من شيء. اي هاف ماي لارا، ترى حدها شيء. When you say Lara, you go princess. You go princess. You go princess. When you say Nasser, you go emperor. Emperor. هاي؟ هاي تبعت النمو. هاي. خليها غني له عليها. أديها. دي زي ما انت قلتولي يعني. اوكي شيء حلو. هلا كم ولا واتساب ماكو مشكله. انا واحد مشكله سنسله بوم عاد رقم بلا مطرقه قوه نو كلا كلا. يوم الجمعه كنا قاعدين ستار اكاديمي مبسوطين. تعال كل يوم شاي حليب مر علي عطني اي بي مصطفى واحمد وليد وابو خالد شيء مفيد. ترى شوف انا العب حديد وات اسمع مني ما قلت هذا غلط. روح بيع ذنك بيع فريز ياك البوليس بالدهاليز من حد عزيز. كم انا كاتبها وقلت لكم ما قلتها على البرايم. ما قلت خلص ناصر ما سألت. اقول اسميكم بدل هذا اللي انا كاتبه. خلص هلا بشوفه. شوف قلت حواسك من نفسي بلا الحديد اسمع مني واستفيد. الحديد اسمع مني واستفيد. انت قلت دي في كريسمس ستوب ذا ميوزك. لا بتصير انسى مش عم شوف بنظبطها بس رجع لي بس بعد مره. الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عايشين. ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. كل الاحبه سنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين. انا ايه تكسر وليه تفكر من عمري كله يومي. انسى اللي راح على طول على طول. ما تسيبش زعلك مره يطول. افرح شويه واضحك شويه كده خلي روحك عاليه وغار. هيدا
على الكب كمان، كله على الكب. انا نص ساعه مستغل كله على الكب، كل غنيه بيشغل معه. حتى عنده ايه ناصر حطيته 32 مزيور عمل دبل. سمعينا غنيتك يلا. انت معك ال اسكو خويا فيني؟ نعم دابا دابا. ايها اشتغلت على الثانية على اللايف؟ عشان الاكسون. عشان الاكسون؟ انا عم بلعب بيانو. تسجل شو كنت تعمل انت هون؟ برقص وبطلع وبنزل وفجأة بتيجي هي ما بعرف حسها بقولها فجأة. بس هيك برودكشن وايز كغنية كتير حلوة. ما انا عارفة هي حلوة. انا هيك مش حلوة انا حقولها بس بعد تسجلها على كورال. انت في الدنيا وما فيش في حياتي ناس تانيه.
شو ما كان بس هزيلي انت عم تغنيها يعني كيف عم تعمل انت هنيك كل وقت بس ما هي طول الوقت انا بتحرك بس هيك هي حركات بسيطه بس طول الوقت عم بتحرك وفي وقت بطلع فيه وبنزل يعني وبمشي ما في شيء يقطش صوتي شوي يعني. لا يعني ناصر بس في وقت بطلع فيه على شيء وبنزل وبلف وببرم هيك بتكون عم تغني قولي لي وين طيب هي بعد ما بخلص Thank you.